صباح الخيرات عن جديد. من الأمور الأنيقة والجميلة اللي فينا نزين فيها بيوتنا وغرفنا هن الشموع، يلي بالآونة الأخيرة عم نشوفهم بأشكال وألوان مميزة، وحتى بعضها ممكن يعطي ريحة ويغير شوي من طبيعة الأجواء. بفقرة اليوم رح نتعرف معكم على نماذج إبداعية من الشموع مع ضيفتنا خبيرة الأعمال رهف بقداش، ويلي انضم لها ورد. صباح الخير رهف، أهلا وسهلا فيكي. صباح النور، اهلا وسهلا. شكرا نسلين، يعطيك العافيه. صباح الخير يا رهف، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. امورك بخير؟ تمام الحمد لله. انا من لما اجيت لعند الطاوله عند رهف قلت لك اول كلمه شو هالروايح الهفافه، شو هالروايح الطيبه. فعلا روايح الشمع من دون ما نشعله كثير طاغيه بالاستديو، فكيف اذا شعلنا؟ بدايه خبرينا عن قصه هيك الهاند ميد وصناعه الشموع بالايد، امتى بلشتي بالفكره؟ هلا تقريبا انا صار لي مبلشه فيه لهذا المشروع فعليا شهرين. انطلقت فيه بالاول، صرت ساوي يعني انه شمعه شمعتين يزبطوا، وقول لحالي معناتها انا ممكن اني انجح بهذا المشروع. طلعت رفيقتي والله ووصيت على بعض القوالب، القوالب المميزه يعني انا حبيت انه يكون في شيء مميز مشان اتميز عن غيري، بصمه يعني. اي والله جابت لي كذا قالب، جربت هلا حنشوفهم مستعرضون نحن وعم نحكي. ولكن انا سالتك لحتى اعرف انه سهله السيره، كل ست بيت عم تتابعنا او كل صبيه او حتى كل شاب حابب يعمل هالقصه انه بيقدر بادوات بسيطه يزبطها، ولا لا بده ادوات معقده؟ لا لا، هي حلاوه هذا المشروع انه ادواته جدا بسيطه وسلسه ومتوفره يعني. مو شرط انا مثلا وصي على قوالب غاليه وقوالب انه مثلا ما في منها، لا لا نهائيا. يعني انا هلا هون بعض الشموع ما عندي القوالب، يعني اخترعت فكره جديده وفكره كثير بسيطه موجوده بكل بيت، يعني انه هي مثلا قالب الكب كيك فينا نعمله. مثلا انا جبت القالب الكب كيك تبعي وساويت فيه، صبيت بقلبه شمعه هيك لونين، وحتى جبت السكر تبع ال، يعني اذا نحن ما عندنا قالب وما بدنا نجيب قالب سيليكون تبع الشمع. انا بس رح ارجع اشوفها هي على الكاميرا. هذا الكب كيك اللي نحن بنعمله بقالبنا بالفرن اللي بنجيبه من عند الشيف توهاما، بس هالمره ما حنحط الشمع بالفرن، بنصب فيه القالب وبيبرد قد ايه بده وقت؟ يعني تقريبا هلا بالصيف عم يعذبني، عم ياكل وقت تقريبا، بده شيء ساعة، ساعة ونص. روايح مميزة جدا، ساعة ساعة ونص بالصيف، بس بالشتاء يمكن نص ساعة بيكون ظبط. نص ساعة، وعلى هالشتوية اللي اجتنا يمكن 10 دقائق بتصير الشمعة يعني. تمام، وممكن نحن بالصيف نحطها بالبراد إذا عندنا كهرباء. ممكن، بس نحن بدنا ندير بالنا إنه إذا حطيناها بالبراد أو بالثلاجة إنه بطق الشمعة. على حسب ايه هو التبريد السريع بيطقها بس بصير في كراكس فيها. تمام. نروح لمثلا قالب ثاني. هلا هون انت قلتي لي حاطه كب كيك، بس هو ملون اذا بدي اشوفها. عدة تدريجات. تمام. بالالوان كيف؟ كيف هلا انت اول ما صبيت الشمعه بتجمد، بتصب بعدين الطبق، بعد ما جمدت بتصب الطبقة الثانية اللون الثاني، فبتعطيك هي التدرجات بدون ما يختلط اللونين مع بعضهم. اوكي، وهدول البريق مثلا اللي عليها بعد ما تجمد ولا قبل؟ هلا ممكن اول ما تطالع من البراد بعد ما تجمد تحط لها. تمام تمام. طيب نروح لقالب ثاني. هلا رح احكي عن المواد الاولية اللي بتلزمنا، مثل هذا قالب الجبنة. تمام، هلا انا دققت على قالب الجبنه لاني انا شخصيا بحب جدا الجبنه يعني. فوقت شفت هذا القالب انا انغرمت فيه صراحه، دغري جبته. اوكي، هو قالب جاهز؟ قالب جاهز. على فكره نحن فينا نشكل قالب بالبيت، مثلا اذا جبت سيليكون او جبت كرتون من عندي. اي ممكن علب كرتون، ممكن يكون كرتون سميك، هذا بيحافظ على الشمعه وبيعطيك ملمس جدا جميل للشمعه. وفيني انا انحت بايدي بعد ما خلص؟ فينك تنحت، بس هي شوي بدها شغل هي. تمام. يعني اذا انا اذا جبت انا اسطوانه وصبيت فيها برافين او شمع او وات ايفر وجمد، فيني انا امسك وانحت حسب قالب معين. طيب شو المواد الاوليه اللي بنحتاجها؟ هلا ادوات النحت معروفه، ادوات النحت، ويعني على حسب الشمعه بدها تكون دائما انه متماسكه الشمعه. تمام. اي هون ساعتها انت بتقدر تنحت الشكل اللي هي الادوات اللي بدي انحت فيها الشمعه. تمام. طب قبل ما انحت الشمعه بدي شكلها، شو بحتاج؟ برافين؟ ممكن المواد الاوليه. تمام. الشمع الخام.
طبعا والزيوت العطريه اذا بدك تحط زيوت عطريه للشمع والملونات. شلون بجيبهم من وين؟ هلا ممكن تجيب من البزورية مليان يعني عندنا بالشام البزورية مليان حتى قوالب مليان شمع خام ممكن تلاقي كثير متوفر بكثرة وملونات كمان متوفر يعني. طيب بدك تتحملي أسئلتي اليوم لأنه أنا حابب نتعلم مع المشاهدين تمام. كيف بدنا نشكل الشمعة تمام. جبنا الشمع الأولي بينباع بقوالب هو قوالب لوح كامل لوح كامل شمع لوح كامل. من البزورية تمام. وجبت ملونات في ملونات خاصة ولا ملونات الطعام؟ لا طبعا في ملونات خاصة أنا قبل هالمرة جبت ملونات هبت الشمعة أثناء الحمام المائي تمام ايه وانا عم دوبها حطيت ملونات صرح مو طلع صح مو طلع صح بدنا ملون للشمع للشمع خاص يكون خالي من المواد الكيميائية صح يعني ما انه قابل للاشتعال انا هبت معي صراحة أوكي. جبنا هالقالب لنفترض نحن بدنا نعمل هاي الشمعة نحتاج مثلا 200 جرام تمام اوكي حطيناه بحمام مائي حمام مائي مو على الغاز مباشرة نقصد فيه انه نحن وعاء بدوب فيه الشمع ولكن هذا الوعاء محضون بمي او بخار ماء تماما حتى يسخن يسخن يعطيني الدرجه المعينه أوكي. كمان بدنا ننتبه ما يكون يحمى كثير الشمع مشان ما يهب اوكي هلا رجعتينا للفيزياء تغير الانتالبيه وهي الدلتا اللي بيعرفوها الطلاب anyway. رجعنا للشمع دوبنا تمام قد ايه بده ليدوب تقريبا؟ بده تقريبا شي دقيقة وشوي على حسب الحمام دغري لا 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 بنصبه هو وساخن ولا بننطره شوي ليفتر؟ لا إذا نطرناه ليفتر بصير بيجمع بينشف بصير في كتل تمام ففورا هو وساخن صبيناه بالقالب فورا ايه نطرناه ليدوب طب الملون بنضيفه نحن قبل ما يدوب ولا بعد ما داب؟ لا وأثناء الدوبان بعد ما يدوب كل شي مشان كمان ما يعطيني كتل على الشمع اللي لسه مو داعي طيب والريحة؟ الريحة آخر مرحلة أنا بحطها بحط كم جرام يعني هو أنا دائماً بهالقصص في ميزان وفي هيك بس أنا صراحةً ما اتبعت هاي الخطوة ونجحت معي صراحةً في أشخاص لا بيحبوا علمي اللي على الميزان على أنا ما اتبعت هالخطوة آخر مرحلة بحط شوية معطر يعني أي وبشكل بالعطور أنا يعني تمام أنا عم حب هدول ورد فكرة إنه قديش قالت على أخطاء ممكن الواحد يوقع فيها يعني بنستخلص منها فكرة إنه التجربة والتكرار والإعادة هي اللي بتوصلنا للنجاح مو من أول مرة أي حدا بيقدر يعمل شغلة جديدة بالحياة بتجربي هيك قصص عبالك؟ هلأ ماني إنه تجيبي حمام مائي وتحطي بخار وتحطي بمقدار معين خلينا بالحمام المائي لقطعة الكهرباء والمي وهالقصص نتحمم نحن بس على فكرة في كتير عالم يا مشلين وفي كتير عالم يا رهف عملوا هيك شغل خاص فيهم وصاروا يبيعوا أونلاين وتميزوا بهالموضوع فتحياتنا لإلك وشكرا لأنك حبيتي تورجينا هالخطوات يعطيك ألف عافية الله يعافيك شكرا لإلك رهف أهلا وسهلا فيك